سلطانة قولي لي شو نسوي فيها؟ ساوي اللازم سلطانة؟ عم قول خلينا ما نستعجل، بيكون أفضل نستنى السلطان ليروح على الحملة. والله السهم انطلق من الأوس سيمبول، خليها تصير عبرة لباقي الجواري. عفيفة خانم، ليش انت لحالك؟ فيروزة راحت وتركتني هون. بعرف هالشي، انا بقصد بسؤالي عن نادية. من شوي اجوا واخدوها. تعرفيهم؟ اجت جارية قالت لها انه عفيفة خانم بدها اياكي بشغلة. كيف؟ ليكي اوعد تتحركي من عند السلطان، عم تفهمي؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ إلي عم تسأليني هالسؤال؟ ما أنتي المسؤولة عن هالشغلات؟ إيه، ما تأكل هم. لا والله أنا صدقت كتير هالكلام. بعدي هيك من وشي، روحي راقبي لي المكان. طيب لوين رح ناخدها؟ يعني لوين يا فهماني؟ بدنا نسلمها لبرجم آغا وهو بيعرف لوين ياخدها. يلا من وين طلعتي لي انت؟ قولي لي كيف اجيتي؟ يمكن انا اجيت لعندك يا مولاي السلطان لانه هذا قدري. يعني معقول تفكريني قدرك بس لانك شفتيني بالمنام؟ لا مو بس لهيك، انا قطعت جبال وبحاري كتير واكثر من مره نجيت من الموت، بس قدري هو اللي خلاني عايشه لهلا مشان شوفك وكون معك يا مولاي. لا توقفي، حكي لي كل شي عنك فيروزة. شوفي اسمه شو ليه عم يبكي؟ كأنه عم يجعو شي يا سلطانة، ما كان ينام. ليش ما طلبتي الحكيمة؟ ليش ما قلتي لها تجي تشوفه؟ أنا بعتت خبر وراها وقالوا لي إنها رح تجي. لا توقفي هيك، تحركي روحي جيبيها. بس يا روحي خلص لا تبكي. طلعنا أنا وعيلتي برحلة لنروح على حفلة زواج، وكان العرس بمدينة بعيدة شوي، ونحن بالبحر واجهتنا عاصفة قوية وصار الموج يقوى ويكسر السفينة. الموج بلع كل شي حوالينا، تمسكت بلوح خشب يا مولاي. ما بعرف شلون وقتها هديت العاصفة ولا كيف ضليتني عايشة مع كل هالموج. وقت فقت وفتحت عيوني كانوا كل أهلي ميتين، وبقيت فترة وأنا بالمي. دعيت لربي لحتى استجب لي وبعت لي ريس خضر. ومن بعدها جابك لهون؟ لا، ما دخلوني على القصر، رجعوني من الباب وبعتوني على سوق الأسرة لأنه كان وضعي كتير سيء فما سمحوا لي فوت، وهنيك تاجر اشتراني. لكان كيف وصلتي لهون على القصر؟ ونحن على الطريق فجأة وقفت عرباية ونزل منها واحد، وصار هو والتاجر يحكوا مع بعضهم وطلب يشتريني، وطلع هالواحد سمبول آغا يا مولاي. عن جد سمبول؟ ايه، وهو جابني لهون. كل شي صار معي يا مولاي كان كاتبه القدر.
روح نفذ. نزار آغا، رجع رجع. لأنه نحن لازم نلاقيها بأسرع وقت. رجع رجع لورا، روحي. شو المصيبة هي؟ تعي تعي. أنا ما بسمح لأي حدا يكسر الكلام. اللي شو رح نعمل هلا؟ يا أغوات يا حراس، تعالوا ساعدوني بسرعة. لك شو هذا اللي سويته؟ اوعك تفتحي دمك بكلمة، والله بموتك بأرضك. ها شوفي شو عم بيصير لك هلا. وقت أسألتك أنت كمان مانك شايف المرأة؟ سبل أغا، اشرح لي فورا شو سويته بالبنت عفيفة خانم. نحن والله ما لنا علاقة بشي ابنه، شفناها بهذا الوضع وكنا أخدينا على الحكيمة أنا وكوسر. لساتة عايشة؟ الحمد لله أنا لساتة عايشة. ها الحمد لله فتحت عيونها. نادية نادية، احكي لي شو صار، مين اللي سوا فيكي هيك؟ لا تخافي يا بنتي، قولي نادية. شربوه الصبح معلقة من هاد. طيب ماشي. سلطانة فيكي تروحي. أسمع، نايمي بتاخده. سلطانة شو كوثر؟ لتكونوا ما قدرتوا تعملوها. واصلون الخبر يا سلطانة، عفيفة خانم مقيمة الدنيا ومقعدتها، انكمشنا قبل ما نطلعها للبنت. الحمد لله انه البنت من خوفها ما حكت ولا كلمة عنا. قصدك انه الله سترنا مو هيك يا كوثر؟ هلأ المهم يا سلطانة انه عرفنا مين هي. طلعي لبرا، لا تخليني اشوف وشك. وصلنا باللحظة الأخيرة يا سلطانة، كانوا رح يقتلوها للبنت المسكينة لو ما لقطناهم. عنا خبر يا عفيفة خانم، وهالبنت نحن اللي بعتناها. كيف يا سلطانة؟ معقول تكونوا سبب بموت بنت بريئة؟ مشان فيروزة مستعدين نضحي بكل الموجودين بالحرم لك. سلطانة كيف هيك؟ ناهد دوران معها حق عفيفة خانم. بس يا سلطانة، نادية مثل فيروزة كلهم حرموا لجلالة السلطان، وحماية الحرم لك مهمتي. انتي سويتي اللي عليكي وحميتيها منهم. كان ممكن تنقتل. سامحوني بس أنا مستحيل كون جزء بهيك لعبة يا سلطانة. مو هيك الموضوع، بكفينا تعرف هيام إنه نادية عم تروح على الخلوة، وحتى خدوها للبنت على مهجع المفضلات مشان يشوفوها الكل. فكرة منيحة يا سلطانة، أنا بعرف هيام شو حتساوي. بتوقع حتستنى روحة السلطانة على الحملة لحتى تخفيها. سلطانة ما بصير. اسمعيني عفيفة خان، لنخلص من هيام ومشاكلها فيروزة هي الطريق الوحيد. نحن مضطرين نستمر بهاللعبة لحتى يرجع مولاي السلطان ونحمي فيروزة. وقفي معنا. فيروزة
خليك. سامحني يا مولاي، فيقتك من النوم. يا ريت يا فيروزة كل يوم في هيك. وهذا هو طلبي الوحيد، اني نام يا مولاي كل يوم بحضنك، واني فتح عيوني كل صبح ولاقيك موجود جنبي. مين اللي علمك العزف؟ ماما علمتني. معناته أمك من عائلة مرموقة، معلمتك الشعر والعزف. تعبانة عليك كتير؟ لا أبداً، بابا كان فلاح بسيط وماما كانت تشتغل بالكنيسة، والراهبات علموها كل شيء. كانت تعزف بالقداس أحياناً، وهنيك تعلمت الشعر والعزف. بس أنا كان اهتمامي بالشعر لأنه سحرني. سلطانة، قالوا لي إنه جيهان جير وضعه مو منيح. طول الليل ما نام، بس الحمد لله خف وجعه الصبح وصار أحسن. حروح شوف. سلطانة من بعد إذنك بتجي بتشوفيه بعدين، لأنه من شوي نام. طيب ماشي. لأنه حضرتك عندك شغل أهم من هالشي، يعني مثل حماية الجواري. هاي المشكلة. هون بالحرم لك مستحيل الواحد يقدر يخبي شي. بالحرم لك يا سلطانة ما في سر. ما تقربي صوب نادية يا هويام، والله إذا بينمس شعرة منا رح تكوني أنت المسؤولة. هي ما بتسوى شي يا سلطانة. شلون ما بتسوى شي؟ وقدرت إنه تخلي جلالة السلطان يفضلها على واحدة مثلك، شو رأيك؟ قصدك إنه فريال إلى قيمة أكتر؟ ولمعلوماتك جلالة السلطان مع هديك المرة بس مشان يعاقبني، مو لأنه عاجبته. عم تواسي حالك يا هويام. السلطان عطاها المنديل البنفسجي. شو يعني؟ عطاها منديل بس، مو رح جاب لها ولد لحضنا. صدقيني الولد جاي. عفيفة خانم بتحطوا فيروزة بطابق المفضلات وبتأمنوا لها كل احتياجاتها. كون مطمن جلالة السلطان. انتي مسؤولي عن أمنها بالذات يا عفيفة خانم، وخاصة لما بروع الحملة. أمرك مولاي السلطان. في موضوع تاني حابة أحكي فيه. قولي. حضرة الأمير جيهانجير يا جلالة السلطان تعبان وطول الليل ما قدر ينام. سلطانة. فيروزة، حلو الفستان؟ حضرتك حلوة بكل الفساتين سلطانة. مو لابق لي مو هيك؟ لا بالعكس، حلو كتير. وإذا بدك ممكن يصير أحلى إذا غيرنا بعض الأمور البسيطة. مثلا انتي وين رحتي مبارح؟ فقت وما لقيتك قدامي. رحت على الحمام يا سلطانة. وقت رجعت كنتي غرقانة بالنوم، فقلت ما في داعي ضل هون. ما في لزوم تروحي، فيكي تنامي هون معي وأنا رح خبرها لعفيفة خانم. مثل ما بتأمري يا سلطانة. Thank you.
شو رأيك يا سلطانة؟ حلو كتير، كأنه في سحر بإيديكي. يلا تعالي معي، بدي روح زور أمي بجناحها. استنوني بشي مكان بعيد. بس يا أمير، مثل ما عم قلك. شو هالحكي؟ قتلهم كلهم لحاله؟ ايه والله، وضربهم للثلاثة. عن جد فاجأني، شلون قدر عليهم؟ هيلينا، واضح انه هالزلمة بلش يدق قلبها. حبني يعني؟ هالشي واضح، وإلا ما كان ساوى كل هالشي من شانك. وانتي مو حاسة بشي تجاهه؟ بصراحة ما بعرف. اسمعوا شو عم بتقول. ما بعرف عن جد، ما حسيت بهيك شي من قبل، بس كل ما بشوفه بحس قلبي عم يدق ورح يطلع من محله، وبيصيروا إيدي يرجفوا. قلتك أنا حبيت. أنا بقول أكيد. أنت شو جابك لهون؟ كان في موعد بيناتنا. أنت جنيت؟ ممكن بابا يجي بأي لحظة. خلص لا تاكلوا هم، بقعد بالجنينة وبراقب. ريتا، إذا أجا بخبركم. من إمتى أنت هون؟ أنا سمعت كل شي حكيتي عني. وشو عرفك أني عم بحكي عنك؟ أنا كنت عم بحكي عن شاب غيرك. ومين سعيد هالحظ؟ كلامك خلاني أحسده. شي واحد من التجار؟ لك الله يلعنهم كلهم، ويا ريت ما تذكرني بيلي صار، لأنه منعت اطلع من البيت من ورا حضرتك. مين اللي منعك؟ مين يعني؟ بابا طبعا، هداك التاجر إجا وحكى له كل شيء وعصب مني كتير. إذا بدك أنا بحكي مع أبوك. شو بدك تحكي معه؟ والله بموتك. لو سمحت مشي هلأ. شوي وبمشي، بس لازم ودعك، لأنه أنا مسافر. خير؟ لوين؟ مسافر بشغل لمكان بعيد، وبيجوز اضطر اقعد فترة طويلة، بس لازم ودعك، لأنه أنا مسافر. خير؟ لوين؟ مسافر بشغل لمكان بعيد، وبيجوز اضطر اقعد فترة طويلة. بالله؟ ايه أحسن تروح، برتاح منك. هيلينا، إجا بابا. يلا روح بسرعة. قد ما غبت وحياتك رح أرجع. طيب يلا خلصني. يلا عادي اشتري. ميزار آغا؟ مريني سلطانة. شو عم يصير هون؟ نادية خانم صارت من المفضلات عند مولاي، وطلبوا منا ننقلها فوراً على طابق المفضلات. يا مولاتي، هدول هدايا جلالة السلطان لجاريته الجديدة. نادية ما غيرها؟ مو يلي كانت عم تخدمني؟ وإمتى صارت جاريته؟ إمي رح تزعل من هالموضوع كثير. ميزار آغا،
نحن ساوينا هالشي لنحميكي، اوعك تجيبي سيرة لأي حدا لأنك رح تخربي كل شي. فيروزة أمرك سلطانة. ليش ما خبرتيني مبارح؟ ما حبيت أقلق راحتكم بالليل لأنه بعرف عم تكونوا مشغولين كتير بهالفترة. الحكيمة فحصته وكالعادة ما طلع بإيدها تعمل شي، فعطته شوية مسكنات. أهلين بحبيبتي القلب. أخي شو اللي صاير معه؟ كان موجوع شوي بس هلأ صار منيح. تابعوا لي وضعه الصحي مع الحكمة بدقة، وإذا صار معهم أي شيء بتخبروني فورا. عفيفة خانم. فيروزة ليش مع الأميرة مريم؟ هي بالأصل كانت بخدمتها قبل ما تنتقل يا مولاي، بس حبناها من الخدمة ونقلناها على مهجع المفضلات بناء على أوامر جلالتك. بس لأنه مولاتي السلطانة مريم وفيروزة كانوا يقضوا وقت مع بعضهم، مشان هيك عم نسمح لها تكون معها مشان ما نصير الشكوك. طيب تعال لقلبي حبيبي، تعال لعند ماما. يا روحي معقول يضل هيك عم يتوجع؟ مو طالع بإيدنا غير إنه ندعي له يا مريم. ليش شو مرضه سلطانة؟ بعتذر منك بس قلت بلكي بساعده بشي. وشو ممكن تعملي له؟ إيديها فيهن شي غريب، بارح وجعني راسي بس لما دلكته فوراً صبت. وبعدين؟ من بعد إذنك سلطانة خليني أجرب. ابني خلق وفي حدبة بظهره، الحكمة حاولوا كتير بس ما قدروا يفيدوا. سامحيني بس اللي بظهره مو حدبة يا مولاتي، بالمكان اللي ربيت فيه بيعتبروا هاي علامة بركة. سمو الأمير كان عايش مع الملائكة قبل ما يخلق ويصير معكم، واللي بظهره هاي أثر جناح. أي خداي أعلم، أي بخشندة، أي رحيم، أي مهربان طاريني مهربانا. شو اللي عملتي معه؟ ما عملت شي بس دعيت له يا مولاتي وتركت إيدي تحت رحمة وحماية الرب. بما أنه دعاكي مسموع ومستجاب عند ربنا، بدي إياكي دائما تدعي له للأمير. أمرك مولاتي السلطانة، أنا بعرف المرهم الشافي ورح ساعد أميرنا ليقدر يناموا بعمق. قولي شو هو لنجيب لك ياه؟ لازم جهزه بإيدي. ماشي. أسماء؟ مولاتي السلطانة. شو اسمك؟ فيروزة. خدي فيروزة لعند رئيسة الحكمة، خليها تأمن لك كل شي بدها اياه. بدي المرهم يجهز بسرعة. شو الموضوع يا باشا؟ اجا خبر من ابراهيم باشا يا سلطان، مقررين انهم يروحوا من حلب على تبريز دغري، وما راح ياخذوا المعدات الثقيله. شو هالتصرف؟ ليش غيروا خططهم؟ نحن كنا مقررين فتح بغداد بالاول ويضل الجيش هنيك بفتره الشتاء، والتجهيزات صارت مشان بغداد. وصلتهم معلومات بتقول انه طهماز انسحب من تبريز يا مولاي، والباشا شاف انه هي فرصه والمفروض يستغلها. وهلا وين صاروا؟ حسب الأخبار اللي وصلتنا عن سير الجيش لازم يكونوا هلأ بضواحي وان.
طيب في شي خبر عن الأمير مصطفى؟ بيكون على الطريق يا مولاي، رح يوصل بعد كم يوم. بس يوصل الأمير مصطفى رح ننطلق. نحن جاهزين للانطلاق مولاي. بتحبوا نغير نقطة انطلاقنا شي؟ لا، مركز الانطلاق من قونيا، فيك تمشي. إياس باشا، هاي رسالة لإبراهيم، وصلوا إياها بنفسك. من هلأ تبريز رح تكون ملك الدولة العثمانية، أي نتيجة تانية غير هاي مانا مقبولة أبداً. الشاه كولو قائد قلعة وان. حضرة إبراهيم باشا، بيشرفنا إنه تقبل استلام مفاتيح قلعة وان وضمها للدولة العثمانية. هدول المفاتيح هلأ صاروا باسم وملك سلطان البحرين والبرين جلالة السلطان الأعظم سليمان. ليش جبتوني لهون يا حضرة الشاه؟ سام ميرزا، أنا بدياك تكون جنبي بهالفترة يا أخي. بس حضرتك كلفتني بمهمة حماية بغداد. إبراهيم باشا تراجع عن قراره أنه يروح على بغداد يا سام ميرزا، وهلأ صارت تبريز هي وجهته. من اليوم لازم أنه نتوحد ونوقف مع بعض ضد العدو يا أخي. إجا الوقت اللي لازم ناخد فيه بتار أبونا السلطان سليمان، المفروض يتحاسب على الشيء اللي عمله. شايفك عم تحلم كتير يا حضرة الشاه. اللي رح تواجهه هو سلطان العالم، وإذا بتنسى هالحقيقة ممكن إنك تموت. طالما في بس عالم واحد، رح يكون في سلطان واحد رح يقدر يحكمه، وهو أنا. عفوا حضرة الشاه، الأخبار اللي عندي مو منيحة. قالوا لي قلعة وان وأوريك استسلموا، وإبراهيم باشا هلأ عم يجمع جيشه عضفة بحيرة وان وعم يصنع سفن مشان نقل العتاد عبر البحيرة. رح يوصلوا لهون خلال فترة قصيرة. تبريز هي بمثابة قلبي، وكل واحد بفكر إنه ياخدها لازم بالأول يتخلص مني. باشا، الجنود كتير مزعوجين، وإذا بيستمر الوضع هيك رح يصير كتير مشاكل. حددولي مين هو اللي عم يساوي هالمشاكل وأنا بأكد لك إنه رح يتعاقب. نصيحتي يا باشا إنك ما تفكر تساوي هيك، لأنه هالشي رح يعقد الأمور. نصايحك بتحكيها يا اسكندر شلبي لما أنا بطلب هالشي منك، مفهوم؟ فيكن تروحوا. تعا نصوح. باشا، قلي شو صار بالسفن؟ راح تجهز بالوقت المطلوب؟ المعلم مو متعاون بنوب، بس وأنا هنيك شفت واحد عم بيشتغل معه اسمه سينان آغا، عم بيشتغل شغل سريع يا باشا وبيخلصه بالوقت المناسب. منيح، تمام يا باشا. المرسال وصل قبل شوي. ايه، طهماز مانو منسحب أبداً عن ضفة قزوين، هو ناصب مقر الجيش بمرند عن ضواحي تبريز. من محمود بيك هالرسالة؟ محمود ما قاله أي خبر منه، واضح أنه في شخص كاتب هالرسالة باسمه. رح ناخد تبريز، رح نحرك الجيش لهونيك شو ما كلفنا هالموضوع يا نصوع، عم تفهمني؟ وهذا الحقير رح يوقع بالحفرة اللي حفر لنا إياها، وإن شاء الله إنه طهماز يتشجع ويطلع قدامي لأدعس برجلي.
ست الكل. مصطفى يا حبيب قلبي، قلي انت منيح؟ كيف صحتك؟ ايه منيح، لا تاكلي همي. سلطانة اهلا وسهلا يا امير، لو تعرف شو اشتقنا لك. شكرا كتير إلك. طمنيني كيفهم الاولاد؟ الباشا صار له فترة غايب، اكيد بيكونوا مشتاقين له. مولاي السلطان عم يستناك. جناب الأمير، خير في شي؟ ما في شي، زعلانة على فرق الباشا. يلا مولاي السلطان عم يستناك. مولاتي السلطانة. رستم آغا، قال في موضوع مستعجل، مزبوط هالحكي؟ أكيد، وإلا ما كنت عزبتك بالجي لهون. ليكون إبراهيم باشا أسس دولته وعين حاله زعيم عليها. مثل ما بتعرفي بكرة رايحين على الحملة يا مولاتي، فحبيت أقدم لك هدية قبل ما أروح على الحملة. هدية لألي؟ لا تواخذيني على جرأتي، بس بعتقد هالهدية رح تسعدك كتير وتفاجئك. والله أسرت فضولي بهالحكي، شو اللي جايبه؟ حبيت انه تشوفيها بعيونك يا سلطانة. مولاي مصطفى، الحمد لله على السلامة يا أميرنا. شلونك يا ابني؟ داعي لك بطولة العمر مولاي. طمني إن شاء الله صحتك منيحة. أنا بشوفتك صرت أحسن. شلون كانت سفرتكم؟ مرهقة شوي، ما سمحوا لنا أنه نمشي بالليل حفاظا على أمننا. أنا اللي وصيتهم هيك، لأنه أعدائنا صاروا منتشرين بكل مكان. مولاي حضرتك عينتني وكيل السلطنة العثمانية، وهذا الشيء بعتبره شرف لألي، وأنا ممنونك. بس أنا... أنت كنت بتفضل تشاركنا بالحملة. سامحني، صحيح أنا ما بيحق لي ناقش وأنا قرارات. ما عندي شك ببطولتك يا مصطفى، بس أنت بتعرف أنه الحملة رح تستمر لفترة طويلة، لهيك وجودك هون ضروري، لأنه نحن لازم نحمي بلاد الأناضول والعاصمة من اللي بده يحاول ينتهز فرصة غيابي، وأنا ما فيني أوثق بحدا سلمه هيك مهمة إلا ابني. مولاي أخي مصطفى. محمد أهلين أخي. اشتقت لك. شو كبران؟ الهدية حصان يا رستم؟ أنا اخترت أفضل الأحصنة لحضرتك يا سلطانة، بس هديتي ما نحصان. شوفي مين هاي المرأة؟ هي انتي فريال؟ هي بذاتها يا سلطانة. وين لقيتوها؟ قالوا لي إنه ماتت. لو ما وصلنا بالوقت المناسب كانت راح تموت.
عرفت يا مولاتي انك حابة توصلي لها، حبيت انه ساعدك، واذا تجاوزت حدودي فسامحيني. رستم آغا، ما بتتوقع بهديتك هي قديه قدرت هلأ تسعدني. كيفك فريال؟ طمنيني شلونك؟ من يوم ما لقيناها ما فتحت تمها ولا بكلمة، يمكن مصدومة من الشيء اللي صار لها، لأنه اللي مر عليها مو قليل. فريال، رح كون معك ورح ساعدك على طول. سلمها لبرجم آغا وأمنوا لها كل شي بتحتاجه. لازم تخبوها بعيد عن الناس لحتى ترجع لطبيعتها. جيبوا لها حكيم فورا. حاضر يا سلطانة. أهلا وسهلا فيك يا أمير. شكرا سلطانة. ناهي الدوران، نشكر الله أنه شفتي ابنك هون. شكرا هيام، مولاي السلطان طلب يشوف ابنه أول ما يوصل. أي طبعا يا أمير، قلت لهم يجهزوا لك جناح خاص لحضرتك، لأنه رح تضل معنا هون بدال ما تروح على الحملة. ما في لزوم، أنا رح أقعد بجناح السلطان. ست الكل، انت من وين بتعرفي كل هالشغلات؟ ستي الله يرحمها كانت حكيمة، كانت تعمل علاج من الورد، وانا كنت جمع لها ورد طول النهار. كبرت وانا عم بتفرج عليها. كيف صار ابني جيهانجير؟ الحمد لله ما بقى عم يوجعوا شي يا سلطانة. فيروزة، انت الله بعت لي اياكي هدية. مدام قدرتي تعالجي لي ابني، انت فيكي تطلبي مني يلي بدك اياه. مولاتي، بعد اذن حضرتك، حابه كتير اني اطلع على الحديقه احيانا، لانه كتير اشتقت للسما والورد والتراب. ولا يهمك، وقت بدك قولي لكوثر، فيكي تطلعي امتى ما بدك. الله يحميكي مولاتي، شكرا لك. بعد اذنكم رح اخده نيمو وتاخده. طيب. سلطانة، الأمير مصطفى وصل من شوي على القصر. شفته، قال بده يضل بالجناح الخاص بس يروح السلطان. قلنا رح نخلص منهم، قام رجعت هي وابنها فوق راسنا، مجبورين نتحملهم طول فترة الحملة. نادية شو بده يصير فيها؟ ما عاد قادرة اتحملها، كل نفس بتاخده هو احتقار لإلي. حننطر ليروح مولاي السلطان، ساعتها منتحرك. حابة تكون عبرة لكل جارية مشان ولا وحدة تتجرأ وتقوم بهالشي وتفكر انه تتحداني او تقرب على مولاي مرة تانية. مولاي السلطان، تعالوا لعندي. عم يقولوا الحملة رح تطول، والله اني رح اشتاق لك. وانا رح اشتاق لكم كمان. طيب خليك هون معنا. مستحيل يا مريم، بابا ضروري يروح على الحملة.
بابا انا كمان بدي اجي معك، بدي حالي. لا انت بتضل هون وانا بدي اروح الحمله. بابا انا مو اكبر منه. تعال عندي. اسمع بس يأمر مولاي رجعي الاولاد. مولاي خليكي شوي وياهم. ادخل. شو جابك لهون بهالوقت؟ ضروري انه نحكي. وقت كنت عند السلطانة هيام سمعت عم تقول انه نهاية نادية قربت ورح ينصبوا لها فخ. ايه انا بعرف هالشي. لكن شو عم تستنوا؟ مو لازم تمنعوا هالشي؟ رح ساوي اللي بيطلع بايدي. لازم تساوي شي لانه نادية ما إلها علاقة بهالموضوع. اذا بيصير لها شي بسببي ما رح اقدر سامح حالي ابدا. مستحيل اقدر احمل ذنبها. فيروزة مشان هيك انت بدك تفتحي له قلبه لجلالة السلطان. بدك توقفي ضد هالظلم اللي حواليه. لأنه بجوز أنا هاللعبة ما أقدر أوقفها، وأكيد في حدا رح يدفع الثمن. نادية؟ لا تاكلي همها، رح أحميها حتى لو كلفتني روحي. وعديني بهالشي. بوعدك يا فيروزة. شو عم تساوي؟ اطلعي لبرا. يلا بسرعة روحي على شغلك. مصطفى ليش ما عم تاكل؟ خليتهم يجهزوا لك الأكلات اللي بتحبها. لتكون هيام ضايقتك بحكيها. بس هي الحق معها. بدال ما اروح انا على الحملة ليكني قاعد هون. الشي اللي قالته المفروض ما يضايقك. مولاي السلطان سلمك مسؤولية ما سلمها لحدا غيرك من قبل. عينك وكيل السلطنة العثمانية. وبالنسبة لهيام قربت نهايتها، وهالمرة حتوقع بحفرة ما حتقدر تطلع منها أبدا. ست الكل شو قصدك؟ مو اتفقنا تضلي بعيدة عنا؟ ما رح أعمل شي يا مصطفى. بعد كل هاي السنين جلالة السلطان مهتم بوحدة تانية غير هيام، وعن قريب حتشوف إنه سلطنة هيام رح تنتهي. شكراً على الأكل الطيب. تصبحي على خير. جناب الأمير، أنا عم فكر فيك طول هالمدة وكتير اشتقت لشوفك. منيح إنك إجيت لهون، رح موت بلاك. شو رأيك إني كون معك هالليلة؟ مو هلأ يا فاطمة، اليوم أنا تعبان وبدي نام. شو في جنان؟ شو صاير؟ الأمير مو طايق يشوف وشي بنوم. لا تقولي هيك يا فاطمة، هو تعبان شوي من هالمشوار البعيد. إن شاء الله ما يكون غير هيك يا جنان. جنان احكي لي عم أنيسة، شو وضع الجواري؟ عم تبعتي لعنده حدا منهم؟ مجبورة على هالشي يا فاطمة. السلطانة ناهد دوران أمرتني أمر شخصي، بدها يكون عندها حفيد بأقرب وقت. بس أنتي لا تهتمي، أنا ما عم أبعت له نفس البنت بنوم. جيهان كتير متحسن اليوم، الحمد لله انه ما عاد توجع. في جارية بالقصر كأنه في بإيديها شفاء لوجعه، لما مسكته راح الوجع. يا ريت لو بتقدر تعالجه نهائيا. قلتلك لا تيأسي إلا ما نلاقي لنا شي حل. بكرة رح تروح
ما رح يتغير شي، نحن اصلا مفترقين. صار لي مده مو قدراني اشوفك ولا عم اسمع صوتك. فرشتي صارت ما بتختلف عن القبر ابدا، كاني صرت عجوز والموت عم يحوم حواليي. سليمان قلي الحقيقة، شعرت شي تجاه هديك المرأة؟ شو يا سليمان؟ بحاجة إنه أعرف هالشي. معقول تكون شعرت شي تجاهها لهديك اللي عطيتها المنديل البنفسجي؟ نهائيا. أنا كنت بعرف إنه قلبك وروحك بعشقي وحبي مختوم، ما في ولا وحدة رح تقدر إنه تاخدك مني. إبراهيم باشا، نزلنا البواخر بالوقت المحدد بناء على أوامرك. ممتاز. يلا يا نصوح أفندي، بلشوا بترحيل المعدات الثقيلة للجيش. أمرك يا باشا. والله المعلمين طلعوا قد كلامهم، تغير مسار الحرب من خلال تصنيع السفن بالوقت المحدد، صح؟ رئيس المعلمين ما له علاقة، بس في معلم اسمه سنان هو اللي سوى كل شيء، ولهيك قدرنا انه نخلصهم بالوقت المناسب. شالي جالي معه حق يا باشا، لانه هو سوى كل الشغل، ولولا ما كنا استلمناهن اليوم. يا باشا الله وهبه لهذا الشخص الذكاء والمهاره والقوه. مين هو سنان اغا؟ كلكن عم تمدحوا فيه، خلوه يجي لعندي، حابب اني اتعرف عليه وكرمه شخصيا، لانه الدوله العليه بحاجه اشخاص مثله ماهرين بشغلهم واذكياء. ما رح نصمد بتبريز يا حضرة الشاه، أكيد رح نخسر، لازم إنه ننسحب من تبريز بأسرع وقت. شو بدنا نتركها لإلهم هيك يا ميرزا؟ العثمانيين ما فيهم يضلوا ببلادنا، هن مضطرين إنهم يرجعوا، وبس يروحوا منرجع ومنجي مناخدها منهم. أو شو؟ أو منبعث لهم رسول بيطالب بالصلح. بدك يعني صالحهم؟ أنا ما بستسلم لهم. أو إنه نتفق معهم يا حضرة الشاه؟ ما في اتفاق. حضرة الشاه، أنا شايف إنه الحق مع سام ميرزا، خلينا ننسحب أحسن. نسيتوا الحرب بموهاج؟ حتى فرديناند ما قدر يواجهه للسلطان سليمان. مزبوط، هو ما طلع واجه الجيش العثماني رغم كل الضغط اللي عليه، ورغم هيك هزموه. فرديناند وقتها تخلى عن فكرة الحكم دار، هذا نصر لسليمان برأيكم؟ بالإضافة لهذا الشيء أنتم عمين عم تقارنونا؟ نحن منكون أسود بلاد العجم، عم تفهموا؟ وما في قوة بالعالم تقدر تهزمنا. ما تنسى حربنا بتلدران يا حضرة الشاه. سليمان وقت اللي رح يوصل لهون على مدينة تبريز ما رح يشوف غير راس إبراهيم معلق على البوابة. شو فهمت علي؟ رايحين نحارب الشاه بس بدون سلطان. واجهت الشاه بده سلطان، وين السلطان سليمان؟ ما رح يجي، لازم يجي السلطان. كيف إبراهيم باشا بده يواجه بدون السلطان؟ ايه والله مزبوط، شو لازم يجي؟ والله معك حق، عن جد معك حق. وين السلطان؟ والله ملينا من كثر القعدة، نحن جايين نحارب، هذا مزبوط. عن جد، جاية السلطان بتعمل كل شيء. استعداد! وقوف! قف يا جندي! دستور! حضرة إبراهيم باشا! بسرعة بسرعة، صف منيح أنت وياه، يلا!
لا معقول انه نحن نقطع كل هالطريق على الفاضي؟ ها؟ مستحيل انه نرجع من هون بدون ما نواجه العدو ونكفي يلي اجينا مشانه. رجال طهماز عم يضحوا باغلى ما بيملكوا بروحهم مشان اسيادهم، ونحن في بيناتنا ناس ما بتخجل من حالها. عم يحاولوا كل جهدهم يحبطونا ويرشعونا بعد ما وصلنا على ابواب تبريز بس مشان ما ننتصر ويروح تعبنا وجهدنا على الفاضي. رجال السلطان مستحيل انه يتراجعوا عن الطريق لو شو ما صار يصير. الاضعاف اللي عم يتحججوا بمشقة الطريق يرجعوا، بس هدول اللي رح يرجعوا رح يعتبروا كفار لانهم رجعوا عن طريق الدين. الرجال الحقيقيين يستعدوا ليجوا معي على تبريز، وكل شي غنائم رح تكون لالكن. طبعا بإذن الله وبقوة زنودكن انتو يا رجال ان شاء الله رح نهد تبريز فوق راسه لهالسافل طعناس. يعيش ابراهيم باشا، 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 يعيش ابراهيم باشا. شو اللي مخليكي هيك متوترة؟ خايفة لأنك حتضلي معنا هون؟ شو عم تهدديني؟ أنا عم نبهك كوني عاقلة مشان ما توصلي للندم. سلطانة أنا ماني فريال، إلزمي حدودك. دستور جلالة السلطان سليمان. خديجة، مولاي بتعيلكن بالصحة والنصر على أعدائكم. آمين. تاركين شغلكن وقاعدين عم تحكوا مع بعض؟ يلا قوموا على شغلكن. سنبل آغا، تركيني روح على شغلي ماني فاضيلة. سلطان رح يمر من هون ما هيك؟ أكيد رح يمر، كيف رح يروح بدون ما يودعك؟ والله ما كان ناقصني غيرك أنتي. سنبل آغا، وين مختفي كل الوقت؟ أنا كنت عند عفيفة خانو، قالت لي قل له لسنبل النصاب الأندبوري اللي ما بيسوى شي لا يترك شغله ويقعد يتمشور على كيفه، وإلا رح حاسبه وخليه يموت من الندم لأنه قليل مروة. والله لأصلك لسانك وارميلة الكلاب واحد جلعون. شو دخلني بهالموضوع؟ عفيفة خانم قالت لي وصل لك. خير شبكي؟ ممكن شوفه لمولاي السلطان؟ شش فيروزة، هلأ بيسمعوكي. لازم شوفه للسلطان قبل ما يسافر. ممنوع تشوفي، مولاي السلطان عم بيودع العيلة. ديري بالك على جهانجير منيح، على طول بدي تبعتي لي رسائل وتطمنيني على صحته. طبعا مولاي السلطان، وأنا بدي كمان على طول تكتب لي رسائل مشان انبسط شوي، لأنه هالقصر بدونك ما بيسوى شي. الله يوفقنا. هيام استني، فيروزة خانو عم تطلب تشوفه لمولاي.
مستحيل هالشي. أنا والله هيك قلت لها، بس هي مصرة إلا بدها تشوفه. مولاي عفيفة خانوم، الحرم لك حيكون بأمانتك، لا تسمحي لهم يساووا مشاكل. كون مطمن يا مولاي السلطان. عفيفة خانم تفضل مولاي. جيبي فيروزة حابب اني اشوفها. يا ريتك يا سلطانة خديجة تركتيها لفريال وما قتلتيها. فريال دفعت تمن تجاوزها. هي ما ساوت هالخطأ لحالها، وغير هيك هالطفل شو ذنبه لحتى تقتليه يا سلطانة؟ الولد يا هيام ولد ميت. بتمنى يكون هيك، وإن شاء الله بس تشرحي له للباشا يصدق إنك مو أنتي يلي قتلتي له عشيقته وابنه الصغير كمان. سلطانة تركيها تروح، لا تخليها توترك أبدا. انت شو عم تساوي هون؟ مولاي أنا هاي من البنات اللي بنطفوا الجناح يا مولاي. وين فيروزة؟ مولاي نادية تعالي معي. مولاي ليش عم ترجفي؟ كنت خايفة تروح يا مولاي قبل ما اقدر اشوفك وودعك، لهيك جسمي كله عم يرجف. اجيت ودعك قبل ما امشي. انا رح روح على ارض بعيده بيقولوا لها بلاد العجم. خذ قلبي معك يا مولاي، رح يحرسك لترجع وشوفك بخير. بتمنى تخلي معك دايما. شو بيساوي؟ بيصون حبنا وبيحافظ عليه وبيحميك من أي شر ممكن تواجهه، وبيعطيك قوة مشان ترجع لي بالسلامة. رستم أغا، أمرك سمو الأمير، تفضل. صحيح بعد ما رحت سلموك وظيفة سايس الخيل هون؟ مولاي السلطان تكرم علي بهي الوظيفة يا جناب الأمير. السايس اللي قبلك طبعا الله يرحمه هو اللي علمني ركوب الخيل، وفضله أبدا ما بنساه. الله يرحمنا جميعا، الكل كانوا يحبوه مثلك.
شلون هيك فارس؟ بهالبساطة بيقع عن ظهر الحصان؟ معقول يصير هيك شيء؟ والله هذا اللي صار، نصيبه يا جناب الأمير، وهذا قدره. دستور جلالة السلطان سليمان. مولاي لو سمحت لي بدي رافق جلالتك على مقر انطلاق الحملة لحتى ودعك. طلعت بيازيد وباسين وأكتمار وأولتو وسيوان وستان، كلهم استسلموا لنا يا باشا، وفي ممثلين عن شعب تبريز جاهزين يسلمونا المدينة وناطرينك تستقبلهم يا باشا. فيك تعتبر إنه تبريز ملك للدولة العثمانية المعظمة. ما دام اعترفوا بقوتنا وقبلوا يسلمونا المدينة، معناتها من واجبنا كمان نحمي ممتلكاتهم وأعراضهم. اكتب جلال زادة. بأمر من السلطان إبراهيم قائد الجيش، الإعدام لمن يثبت عليه أنه خرب أو سرق أو اعتدى. نعلن تبريز منطقة آمنة وتابعة لدولتنا. حاضر منكم يعلم الغائب، بأمر من السلطان إبراهيم قائد جيشنا العظيم. الحاضر منكم يعلم الغائب، بأمر من السلطان إبراهيم قائد جيشنا العظيم، تبريز أعلنت استسلامها وعقوبة الإعدام لمن يخرب أو يسرق أو يعتدي. نعلن تبريز مدينة آمنة وملك لدولتنا. شو هذا اللي عم تحكيه؟ من إمتى صار الباشا السلطان يا مجنون؟ هيك مكتوب هون. القائد ما منقله سلطان أبداً، منقله بس سيدي القائد. عم تفهموا؟ واللي بيخالف هالشي رح أقطع راسه بإيدي. عفواً يا باشا، أنا أخذت هاي من إيد العسكري برا، مكتوب هون فوق ختمكن بأمر من السلطان إبراهيم قائد الجيش. أيوة، بس ما يكون في عندك مانع. طبعاً عندي. كيف بتتجرأ تعمل هالشي أصلاً؟ وإذا أخذت تبريز شو بتصير بهالسهولة سلطان؟ ما في غير مولاك من حقه ينقال عنه سلطان وبس. شاه العجم وكل قوته والحاشية تبعه وكبار التجار نادوله لإبراهيم باشا سلطان الجيش العثماني، يعني حتى الأعداء يلي غيرانين منه وحاسدين واعترفوا له بهالمكانة، وإنتوا عم ترفضوا؟ هالشي ما صار من قبل يا باشا، ومستحيل أقبل بهالحكي. إسكندر شلبي، شكلك لهلأ مو قدران تفهم ومصر دائما تصطدم معي. تعرف انه معي صلاحيات مطلقة، انا بعمل كل اللي بدي اياه واللي بشوفه مناسب لمصلحة الدولة العثمانية، وانت يا اسكندر شلبي ما بيحق لك تعترض. يا ريت تخبرني شو مصلحة الدولة العثمانية انك تلقي بحالك سلطان. انا مضطر اشرح لك بنوب. صار من الواضح انه عم تخطط تعمل دولة لحالك وتنافس مولاك، وهي المرحلة الأولى من الخطبة، بس صدقني ما رح توصل أبداً للشي اللي ببالك. أهلا وسهلا بمولاي. يا أهلا بحفيد جلال الدين الرومي اللي عم ينورنا بصيرتنا دائما ويفتح لنا قلوبنا على الصدق والتسامح. إن شاء الله صحتكن منيحة. تحت عنايتكن بخير يا مولاي.
وبزيارتكم لمقامنا زدتونا شرف وعظم. تفضلوا يا مولاي السلطان. اقترب وكن من تكن يا صاح، فلتقترب. إن كنت مؤمنا وإن كنت كافرا وإن كنت بلا هوية تصف، اقترب إلي. هنا فقط ننسى من نكون، ننسى أن نتخاصم على ما يزول، نرمي كل أوجاعنا ونقترب من بعضنا فنسمو أكثر. نحن لا نزرع في هذه الأرض الطيبة إلا بذور المحبة، نحن لا نرويها إلا بالصدق، بالتسامح، بالجمال، لينبت الخير فينا. تعال يا صاح، اقترب مني. لما الفرقة على هذا الدرب؟ امشي دوما بجانبي ما دمت أنا أنت في قلب الكون وأنت أنا، فلما الأنت والأنا تفرقنا؟ ذات يوم تحت التراب تجمعنا الرحمة لنستحيل رمادا، حينها فقط ينبت ذلك العشب مني ومنك يا أخي في هذه الأرض، أرضنا. شو قصة السلطان قائد الجيش يا باشا؟ العسكر عم يحكوا بالموضوع. يحكوا شو ما بدون، أنا بعرف شلون غرسهم. بس يا باشا يمكن يستغلوا هالقصة ضدك. باشا أنا آسف على إزعاجكم، بس في شي ضروري. خير يا مصطفى باشا، شو القصة؟ الشاه طهماز متمركز هو وجيشه على أطراف المدينة يا باشا. قديش عددهم؟ 5000 تقريبا. أنا جاهز لتنفيذ أمركم بالمواجهة، لأنه وجودهم حيكون تهديد مباشر لتبريز وما بينسكت عنه أبدا. معك حق، لازم نتحرك بسرعة. مصطفى باشا، خصص 10000 جندي تحت أمرة حلمي باشا. أمرك إبراهيم باشا. حلمي باشا، ثقتي فيك كبيرة وبدي اسمع منك خبر حلو قريبا. كون مطمن يا باشا، بإذن الله رح خلي طهماز يركع عند رجليك. تلك السماء التي تحتضن أعدادا لا تحصى من النجوم، رغم كبرها وعظمتها تدور حول قدرة الله عز وجل مثلما يدور حجر الطاحون المبارك. أيتها الروح طوفي في هذا السماء الواسع، وتنعمي أيتها الروح الخالدة بعشق الله القدير وجلاله، الذي خلق هذا الكون الفسيح وخلقنا من لا شيء. جسدك الفاني لن ينفعك في الميدان، حين تجتمع النفوس الضامئة في ساحة عشق الله لن ينفعك هذا الجسد الهزيل. كتلة اللحم والعظام هذه لن ترافقك حتى النهاية. انعتقي وارتقي وتحرري منها أيتها الروح. من يستسلم لخفقان قلبه يتماهى في روح الدنيا
إنه الحب وما من غيره رجاء لكل نفس تواقة للجمال والخير. في هذه الحياة يلتهب القلب بالحب، تصبح الروح كفراشة تقترب من نور الشمع. أجسادنا خلقت من تراب وماء، قلوبنا صنعت من نار وهواء، وكل ما فينا يحن لأصله، يحن لذاته. كل جسد يحب العودة إلى التراب، وكل قلب يتوق إلى الاحتراق حبا. فنحن مجبونين من التناغم، مأسورين بالصفاء. أيتها الروح انعتقي من الأنا والأنانية كي تشعري بوجود الله، لتدوري في فلكه. أيها الإنسان الفاني، كم أنت ضعيف أمام خالقك، كم أنت بعيد عن خلاصك في دنياك. إن أردت الخلاص وأردت النور، فما لك إلا أن تسلم أناك للفناء. عندها سترى كم هو صادق ذلك الاحتراق بلهب اليقين. كل شي صار جاهز يا كوثر؟ تأكدي يا مولاتي إنه هالمرة ما رح يصير أي مشكلة. إن شاء الله إن شاء الله. تسلم إيديكم يا شباب والله يعطيكم العافية. لشو هدول؟ ليكون اليوم عنا عرس وأنا مالي خبر. عنا أمر من السلطانة ناهي الدوران. شكله جاي يا حفيد. حفيد شو يا سنبول؟ السلطانة حبت إنه طعملت الحلو. مو حلوة نسألها ليش؟ بهالحالة لازم كل اللي بالقصر يحلوا تمون. يا ابني عجنوها منيح لهالعجينة. أنا ما قلت لكم لازم تكون رقيقة مثل الورقة؟ ليك هدول طالعين مثل جلد الشاموس. لسه رقون أكتر يا ابني. لك يا سنبول انت شو عم تساوي عندك؟ لازم تضل تحركها مشان ما يحترق السكر. والله اذا كل هالقد قبضاي ورجينا شطارتك. اي والله بساويهم احسن منكم. شوف العجينه سميكه مثل جلده. العجينه لازم تكون رقيقه مثل الورقه، وقت تمسكها لازم تشوف الطرف الثاني. شو انا بدي اعلمكم شغلكم؟ يا ربي دخيلك، انا شو مساوي بحياتي لتبليني هيك بالويت؟ جناب الأمير. قربي فاطمة. حضرتك لو بتعرف شو صار لي على فراقكن يا سمو الأمير. فكرت إنه بحياتي ما عاد شوفكن، وهالفكرة كانت يوم عن يوم عم تكبر جواتي وتعذبني. روحي فداكن. هيك أمور ما بدي إياكي تفكري فيها أبدا يا فاطمة. ليكني هي أنا معك. شو اشتقت لك؟ هيك بتفوتي من غير ما تسلمي؟ ما عرفت انك هون، ولو عرفاني ما كنت اجيت. سمعت انه مو مبسوطه بهالكم يوم، قال عم تبكي كل الليل من زعلك. ناهي الدوران ما بدي مشاكل. بدي اقول لك شو هو اسم المشكله. ناديه، انت قلتي انه هي ولا شيء، بس مو هيك الحقيقه. السلطان عطاها قيمه كتير كبيره، وقال انه قبل ما يسافر ودعها وضل معها بالجناح الخاص. عم تحاولي تعزي حالك بهالحكي. بالنهاية انت حصيري مثلي، بدك تحترقي بالنار مثل ما احترقت. ناهي الدوران، ما في اي نار رح تقدر تحرقني. بتعرفي ليش؟ لانه انا النار بذاتها. Thank you.
مين هون؟ لا تخافي ناتي، هي أنا فيروزة. والله أنا كتير داخل إيه هون، ما عم يخلوني إطلع. هنن مخبينك من خوفهم عليك. رح موت من الخوف ومو قدرانة أتحمل، ممكن يجوا يقتلوني بأي لحظة. نادية خلص لا تبكي، رح خلصك من هالمشكلة وهذا وعد مني. أنت شلون رح تساعديني؟ بكرة رح أحكي مع السلطانة هيام، خلص رح أقلها الحقيقة، رح أقلها أنه أنا اللي عم تدور عليها مو أنت. تعرفي أنه إذا صار لك شي بسببي ما رح سامح حالي بنوم. حتى لو بدك ما رح يخلوكي، ما حدا رح يصله خبر، وانتي لا تقولي لحدا، وعفيفة خانهم بالذات، فهمتي؟ طيب شو رح يصير فيكي؟ أنا رح أكون بخير فيروزة، انتي والله كتير منيحة. فيروزة انتي شو عم تساوي عندك؟ ليش اجيتي؟ مو خايفة حدا يشوفك؟ ايه ما حدا شافني. يا الله ما بصير تكوني هون، عم تفهمي علي؟ ها منيح، خدوا هدول لألكم، كلوهن بسرعة وعشغلك. ادخل. عفيفة خانو. اللي نزار آغا. شكري آغا بعت لك هدول. هاي بقلاوة؟ وبالفستق كمان مثل ما بتحبيها. شو المناسبة لتوزيع الحلو؟ السلطانة ناهي الدوران طلبت إنه يوزعوهن على الحرم لك، قال مشان منصب الأمير الجديد. إيه ماشي، حطن هون. طمنت على نادية؟ والله من شوي مريت عليها وفيروزة كانت قاعدة عندها. يا الله لهالبنت، فيروزة ما عم تسمع الكلام بنوب، إذا ضلت هيك رح تفضح حالها. نزار آغا عيونك عليها على طول. بسم الله. شو باك واقف مد إيدك؟ شكرا عفيفة خانو، والله أنا سبقتك وأكلت. يا أيتها الأسرار المخفية بكل روح، يا أيتها الشمعة في كل قلب مكسور، يا أيها الجناح السري لعصفور كسر له جناح، يا صورتي الحقيقية ويا معنى وجودي، يا سلطانتي أقول كلام عشق وأذوب به حتى آخر قطرة، أقول إن العشق يوحد القلوب، قلبي محطم وجوانحي مكسورة، أطير لبعيد بعيون معمية وأذان طرشة، وعشقك هو خلاصي الوحيد، أليس العشق هو الذي ينزل المطر ويحول المياه لغيوم والغيوم لمياه ويجعلها تلتقي مع الأرض وتسكن في كل بذرة وتنشئ منها الحياة؟ أليس لقاء العشاق كما اختلاط التراب ببعضه البعض عندما تلتقي مع حبات المطر؟ يا حبيبتي يا سلطانتي، إن المياه تحب أن تمتزج بحبات التراب كما أحب أن أمتزج بك. النيران الحارقة لا تؤثر فينا، ولا حتى البراكين تستطيع ذلك. حتى لو تبخرت المياه سوف تعلو إلى السماء وتصبر، لأنها تعلم أن الوقت سوف يعيدها إلى الأرض. تهب الرياح
ويبرق البرق وتبكي السماء، وتلتقي المياه مع حبها مرة أخرى، والكون يرافق عودة العشاق. يا معنى وجودي، يا حبيبتي، يا سلطانتي، أقول كلام عشق وأذوب به حتى آخر قطرة. أقول إن العشق يوحد القلوب. سلطانة، شوفي شو اللي عم بيصير هون. لك الله لا يوفق. بعده بعد انت وياها يا اخوات. تعالوا لعندي بسرعة، تعالوا روحوا نزلوها من فوق. يلا عجلوا. فيروزة يلا روحي، اوعك تبني على حدا. هذا كله بسببي. قلتلك تحركي. اليوم انا كنت رح احكي لها واشرح لها عن كل شيء. كانوا لازم يقتلوني الي مو نادية. خلص اسكتي، هالحكي ما في فايدة منه. حضرتك وعدتيني، مو قلتي لي رح تحميها؟ Thank you.
مصطفى شوفي شو اللي صاير. كيف بتفوتي لهون بهي الطريقة؟ هيام قدرت تقتلها لنادية، لقوها بنص المهجعة وهي مشنوقة. شو اللي بيأكد انه هيام اللي عملتها؟ في عندكم دليل ضده؟ إلا ما يكون في شهود على هالموضوع. معقول نتهمها للسلطانة بدون شهود حقيقيين؟ انت هلأ وكيل السلطنة وبتمثل جلالة السلطان بغيابه، انت فيك تعمل اللي بدك اياه. ست الكل، مولاي السلطان ما صدقنا انا وياكي حتى وقت اللي هيام سممتني، هلأ بده يصدقني؟ اضافة انه انا ما عندي اي صلاحيات بتخص الحرملك تبعه. سلطانة حذرتك أكثر من مرة بس أنت مصرة تساوي اللي براسك. إذا أنت قصدك عن الجارية نادية، أنا ما إلي أي علاقة بموتها لأنه الجارية انتحرت. لا ما انتحرت، والغريب أنه كل الحرملك كانوا نايمين وخاصة اللي كانوا عم يحموها للبنت. يمكن بيكونوا أكلين شي شغلة فيها منوم. أنت ورا القصة مو هيك؟ معقول يا سلطانة؟ أنا ما بعمل هيك شي. سلطانة هلأ بتطلعي من جناحي؟ هذا قصر السلطان وما فيك تقلعيني منه. عفيفة خانم أوامرك يا سلطانة. عرفي لي من عمل هالشي وبعتي له مكتوب للسلطان بالشي اللي صار. ما عندك أي إثبات بهالشي؟ صدقيني ماله لزوم، بكفيني يعرف شو صار، ما بدي أكتر. لا تفرحي كونك خلصتي من هديك الجاري، نادية راحت بس حيجي غير. حضرة الباشا، فهمني كيف أخذتوا معكم جيش عدد ضعف عدد ورجعتوا لهون مهزومين؟ يا ريت تشرح لي يا باشا. والله خجلان منك، سامحني. وأنا بفخ لأنه الممر ضيق، بعد ما نقتل عدد كبير منا اضطرينا أنه ننسحب يا باشا. عمرك أنت بتعرف المنطقة أحسن منك إلياتنا. مدام الممر ضيق كيف تدخل الجنود لهنيك؟ مو حضرتك طلبت مني هالشي، أنا طبقت الأوامر يلي إجتني من حضرتك. أي أوامر؟ شو عم تحكي أنت؟ ونحن على الطريق جانا مرسال كان معه أمر مكتوب من حضرتك إنه نروح من الطريق الجبلي، فكرت وصلتكم معلومات جديدة ولهيك نفذت.
مولاي السلطان، نحن حددنا حاجات التكية المولوية وخصصنا 300 ألف ذهبة مشان الترميم والتعديلات ولتغطي كل الاحتياجات. منيح. مولاي باشا. شو في يا أغا؟ إجا مرسال إبراهيم باشا يا جلالة السلطان. دخلوا. مولاي، أنا الشاويش اسكندر مرسال إبراهيم باشا، أمرني الباشا وصل هالرسالة لحضرتكم. جلالة سلطان الدولة العثمانية العلية، حبيت يكون الشرف إلي بتبشير حضرتك إنه تبريز صارت هلأ تابعة للدولة العلية. طهماز هرب من دون ما يكبدنا خسائر كونه ما عنده القوة اللي يواجهنا فيها، ترك عتاده وحتى ترك جنوده وحمل حاله وهرب، يعني انغلب وانهزم وتم طرده لحدود همدان. طهماز خلص هرب، تبريز وقعت. الله يجعله خير يا مولاي. وانت يا شاويش رح تاخذ مكافأتك مشان هذا الخبر المنيح اللي حملته معك. انا روحي فداك يا مولاي السلطان. إياس باشا، بعتوا رسالة مع هذا الشاويش، بلغوا الباشا تهانية وخليه يستناني بتبريز. أمرك جلالة السلطان. مولاي، إذا بتسمح لي في موضوع تاني. احكي شو بدك. سامحني على جرأتي، بس حضرتك لازم تعرف إبراهيم باشا بعد فتح تبريز أمرنا أنه النادي بالسلطان مو بالباشا. دي بالسلطان مو بالباشا. انت واحد مجنون. الشخص اللي انت عم تشتكي عليه هو الوزير الاعظم للدوله العليه. شو هالشره هي؟ كيف بتتهمه؟ مولاي انا. انت واحد ما بتعرف حدودك، تشي لعندي وبتشتكي على وزير الاعظم؟ خذوه فورا وطعوا له راسه. ما بنعرف اذا حلمي باشا صادق، بلكي حجله يخلص حاله. حلمي باشا بيعرف المنطقة منيح ومستحيل يغلط هي غلطة. ماني مطمن، حاسس في شي ورا هالموضوع. في احتمال كبير انه يكون متفق هو واسكندر. وكمان ممكن يكون في احتمال تاني يا باشا، انه متفق مع طهماز من ورانا، لانه هو كان من زلمه بالماضي. ما بتوقع هيك احتمال، هذا شغل اسكندر. واضح انه ناوي يجرني على فشل عسكري ويقلل من قيمتي ومكانتي عند مولاي السلطان. اسكندر شلبي ما عم بيترك وراء اي دليل، فاكيد ما رح نمسك عليه اي شيء. منعامله بنفس الاسلوب اللي عم يتعامل فيه معنا يا نصوح. كاع مولاي، صحيح انت فيك تقتلني، بس هالشي ما رح يغير الحقيقة، وابراهيم صار سلطان. صدقني يا مولاي. ليكون في أخبار سيئة من الباشا. لا، الباشا منيح. سمعت إنه فاتحين تبريز. الباشا قدر يثبت مرة تانية إنه الرجل المناسب ليقود جيوش هالدولة.
سلطانة طولي بالك، حيرجعوا عن قريب وحيكونوا منتصرين. حابب اعترف لك بشغلي، انا بغار منكن وبتمنى اني اقدر اعيش قصة حب بتشبه قصتكن انت والباشا. مصطفى انا عندي شغل كتير، عن اذنك سلطانة. فيروزة، كيفو جيهانجير؟ شو نام؟ نام مولاتي السلطانة، صار أحسن. تعي لعندي. شكراً كتير، بفضلك تحسنت صحة ابني. سلطانة شوفي سنبل، اجت الضيفة يلي كنتي عم تستنيها. ممتاز، وهلأ اجا وقت نروح نشوف سلطانتنا خديجة. شوفي يا سلطانة، ليكون مشان المكتوب، معناته أكيد مزعلك بشي. عم بيقلي إنه لساته بيحبني. مو لازم تشكي بهالموضوع أبداً، فريال كانت مجرد نزوة مو أكتر. لا تذكروا لي اسمها. صحيح، جروح الماضي ما بتفيد حدا بنوب. سلطانة صدقيني رح تفرحوا مرة تانية. سكروا هالموضوع بقى. سلطانة أنا رح أكل بالحديقة الخاصة، صحة وهنا. مولاتي السلطانة، شو عم بتساوي هون؟ شو اللي جابك لهون؟ فهميني. أنا اللي جبتها يا سلطانة، بعتولي خبر إنه وضع لهالمرة صعب كتير، فشفت إنه مساعدتها كتير ضرورية، حطيتها جارية عندي لأنه خدمتنا بالماضي. هاي المرة مين بتكون؟ هاي الست فريال، كانت جارية هون بالقصر، بعد فترة صارت المسؤولة عن الخزنة.
هي المرة لازم تروح من القصر وفوراً يا هيام. ليش لحتى تطلع؟ تعرفي لشو؟ لأن فريال معاقبة وأنا شخصياً أمرت بطردها من القصر. قلعتها. آه حلو والله. عقوبتها انتهت من اليوم. أنا بدي إياها. سنبل آغا. أمرك يا سلطانة. سجلتوها شي لفريال بدفتر الحرم ليك؟ سجلت بناء على أوامرك سلطانة. هالشي ما بيصير يا سلطانة، فريال مطرودة من هون. هذا الحرم ليك أنا بس المسؤولة عنه. إضافة لهالشي لا تنسوا اللي حاولت تساويه فاطمة، رغم إنه كل اللي بالقصر بيعرفوا إنها حاولت تقتلني. ولساتها موجودة. سلطانة ما تحكي لك شي كلمة وسكتيها. اطلعوا لبرا. فورا. الكل يطلع. قلت الكلمة.